يفرق يا استاذ محمد ان انا لعبت كره او ما لعبتش كره؟ طبعا طبعا يفرق كتير جدا لانك بيبقى عندك احساس بالملعب. بتتخيل ان اللعبه دي ممكن تلعب ازاي لو انت موجود. اوكي. يعني انت يمكن واحنا قاعدين بنشوف حاجه كنت بتقول اللي عملت اوفر لعماد متعب حطه فلو انت قاعد بتتفرج على الماتش ده هيجي احساس الملعب هتستدعي ده. هتستدعي ده في ذاكرتك. في مواقف كتير جدا انت مريت بيها في الملعب مهم جدا ان لازم اللي يعلق عن المباريات لازم يكون لاعب كره قدم. كابتن شوبير بعد اذنك اول كان بيعلق ماتش قريب قال لك اللاعب ده اول ما وقع قال لك دي اصابه مش هيقدر يكمل. ليه؟ هو لعيب كوره مرت عليه التجارب دي فكان عارف اول ما وقع قال لك لا مش هيقدر يكمل. طيب ولكن فالمهم جدا مهم جدا ان يكون لاعب كوره ده اساسي يكون عنده خبرات يكون عنده ثقافه يكون بيقرا يكون متابع بشكل كويس جدا. الحاجات دي كلها مهمه جدا لان يمكن عويس اثار نقطه وانا نفس النقطه دي كنت يعني بعتت عليها بشكل كبير جدا ان المعلق ممكن ياخدك في حته ثانيه مالهاش علاقه بالمباراه. يعني فده قلة ثقافة قلة خبرة هو شايف عنده وقت مش عارف يملاها ازاي او مش عارف قديه. فمهم جدا ان الحاجات دي تكون موجودة يعني. طيب ولكن برضو على الجانب الاخر يا خالد ما احنا عندنا برضو معلقين بعيدا عن ما بيلعبوش كرة قدم او ما لعبوش كرة قدم في نفس الوقت مميزين جدا قليل. يعني انا شايف ان هو قليل وبرضو هي بص هي فعلا الفكرة مرتبطة بالسوشيال ميديا. ايه اللي هيطرقع النهاردة ايه الافيه اللي انا هقوله الناس هتتنقلوا على تويتر وعلى الفيسبوك واللقطه ناخد اللقطه ازاي وده غلط. ما احنا بس عايزين نبقى موضحين الامور هل ده غلط ولا شويه صح؟ شويه لان اللقطه لما بتتاخد على حساب جماهيري بشكل كبير جدا او بتنصر شيء او جانب على جانب تاني بتعمل ازمه وبتعمل زي مثلا تراشق بين الجانبين. هو التراشق موجود على السوشيال ميديا خلينا نقول موجود على فكره لو موجود في المدرجات برضه هتلاقي الكلام ده موجود والناس اللي ده طبيعي على فكره من بس طول عمرنا. ليه فات عصام الشوالي بتعيش وما بتعملش تعصب؟ لا عصام الشوالي انا بتكلم على مصر. ما هو انت هو ده مش تعليق. انا بتكلم بشكل عام بتكلم على المعلقين. ما فات عصام الشوالي بتعيش. انا قلتش انه منعدم انا قلت ان هو موجود بس يعني ما هو ممكن المعلق على فكره يطلع افيه ويقول حاجه للسوشيال ميديا. طب انت قلت اسمه عصام الشوالي ومين تاني؟ احنا قلنا قليل ومين تاني؟ لا شوف يعني كام ما شوف كام انا بس هو انا في كتير. ما خلينا برضو لان احنا عندنا الحقيقه برضو من ناحيه عربيا ومحليا اعتقد ان احنا عندنا معلقين كبار جدا ولهم اسمائهم طبعا. ولكن النقطه نفسها هل من وجهه نظرك ان هو يكون لاعب كوره ولا لا؟ لانه زي ما بقول هو بيساهم بشكل كبير انه يكون حاسس باجواء يعني المباراه. ما لعبش كوره بالظبط. ما انا ده قصدي بس يعني. دي تجربه يا كابتن اسلام كان اتكلم عليها كابتن عصام الشوالي على ما اعتقد في قناه النادي الاهلي تجربه والاستاذ ابراهيم المنيسي كانت تجربه في احد الاذاعات كانت اذاعه شابه كانوا قعدوا اذاعه شابه طلعت مجموعه من العناصر كان من ضمنها الكابتن عصام الشوالي كانوا تجربه اتكلم عليها يمكن الاستاذ ابراهيم المنيسي وكان راح زارها هناك طلعت عدد كتير من العناصر كانوا عباره عن تثقيف وتعليم وتدريب. اوكي تمام. فدي كوادر التجربه يعني. صناعه كوادر بعيدا عن الكوادر الرياضيه فعشان كده التجربه دي نجحت. لكن هي جزء فيها طبعا لازم يكون في جزء منها لعيب كوره بس مش شرط يكون لعيب كوره بس مهم التثقيف التدريب التعليم انك ازاي تصنع كادر رياضي في المجال ده. حتى التحليل نفسه برضو لازم تصنع كادر رياضي في التحليل. الفكره كلها ان بيكون احنا بنلاقي ساعات اوقات كتير بنلاقي ان الموهبه موجوده عند حد فبناخده ونحطه على الميكروفون. حلو. طب عملنا له ايه؟ هل احنا خد دورات تثقيفيه حد حب يطور منه هو نفسه حب يطور من نفسه ولا ما فرمت الشغل بدات تاخده وكل يوم طالع من ماتش على ماتش والموضوع انتهى. هو برضو الطموح هو عايز يبقى فين في مكانه؟ هل هو بقى عايز يبقى ياخد اللقطه ولا عايز الناس تجيبه في كل المباريات لما يكون الامور تبقى مستقره خالص فتجيبه او لما يكون انت عايز الاهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض فانت عارف ان ده مش هيميل ناحيه ده ولا ناحيه ده فهيجيبه. هي دي الفكره كلها هو عايز يروح فين. انا شايف ان فكره الطموح عند جزء او قطاع كبير من المعلقين اللي موجودين في مصر انا اقصد خلينا بس يعني انا اكون موجود في مصر لا مش يعني مفيش هو مفرمت الشغل واخداهم وفكره ان انا اقول كلمه تطرقع على السوشيال ميديا هي دي اللي موجوده مش اكتر. طيب تمام. برضو في نفس الاطار وفي نفس الموضوع احنا خلاص كده يعني استاذ محمد رايه ان هو لازم يكون لعيب كوره. خالد او حضرتك كمان بتقول ان هو لا مش لازم يكون لعيب كوره ممكن جدا يكون صناعه كوادر او خارج من قناه معينه او من اسلوب معين او صناعه معينه لكادر معين. طيب ايه اللي يفرق ده عن ده وايه اللي يخلينا نروح لحته عدم التعصب؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم في النقطه دي ليه.
او فاتحين الموضوع ده، لان عارف ان الموضوع ده هيودينا في حتت كتير وناس كتير هتقعد تتكلم تقول كذا وكذا، ولكن في النهايه احنا هنحاول ان احنا دايما نخش في كل المواضيع علشان اللي احنا عايزينه ان احنا ننهي التعصب زي ما خالد بيقول وزي ما الاستاذ محمد، ان احنا دايما ايه كنا بنسمع التراشق بيحصل في المدرجات زمان، ولكن كانت التراشق لطيف، التراشق مزبوط. حلو. انا بشجع فريقي وده بيشجع فريقه، بنزعل مع بعض شويه كجمهورين مختلفين، ولكن في النهايه المباراه بتطلع بشكلها الجيد واللاعبين بيطلعوا بشكل جيد. عشان نبقى صراحه يا كابتن، صعب جدا ان انت تحكمها، يعني صعب جدا طبعا. ما انت هتيجي تكلم اللي بيعلق على المباراه تقول له انت قلت اللفظ ده ليه، يقول لك انا قلت والله ده انا ما كنتش قاصد ان انا مثلا لاعب الفلاني بس كور تاريخه. لكن تعالى مثلا احنا طالما ذكرنا اسم عصام الشوالي، عصام الشوالي هات لي ليه كان خطا معلوماتي واحد طولت عليه. احنا عندنا هنا، انا مش عايز اذكر اسماء، ناس بتطلع بتقول اخطاء معلوماتيه رهيبه على الهواء، اوكي، وبعد كده المعد يدخل يتدارك الموضوع ويقول له عليه جزئيه ان هي سال. ده طبيعي خصوصا برامج الهواء او شغل الهواء، لانه انت ممكن تبقى طالع على الهواء المعلومه في دماغك، بس انت عارف الهواء يعني بيخليك ممكن تقول حاجه وحد يتدركها بسرعه، مفيش مشكله. في ابجديات يا كابتن، يعني ما ينفعش، في حاجات ما ينفعش ان احنا نغلط فيها. في حاجات وارد لما تيجي تتكلم مثلا المعلق اخطر. لا أصله جدا. هقول لك انا اخطر في حاجه، في شتان الفرق، لان انا عارف الشغل هنا، يعني هم عندهم هناك وحده معلوماتيه كامله قبل ما الكابتن عصام بيدخل الملعب او يدخل المباراه، بيقول لهم انا عايز 1 2 3، فواحد بيدوس على زرار يطلع له 1 2 3، فما فيش يعني ما عنده يعني ما فيش مجال للخطا هنا. برضو الولاد اللي هنا بيبقوا اعتمادا على نفسهم يعني قصه، يعني بس بيشتغل على قد امكانياته. بيشتغل على قد امكانياته. لان زمان كانوا بيحضروا، يعني لو رجعنا للكابتن ميمي الشربيني كان طبعا اول من ابدع مدرسه ان هو يبث لك كميه معلومات. كابتن ميمي الشربيني كان بيحضر ده، كان بيدور في السيره الذاتيه لكل لاعب، فيجي يقول لك ايه مثلا اسلام الشاطر بكالوريوس اداب انجلوه وهكذا. بس كابتن ميمي كان بيقول الحاجات اللي هي ايه اللوك اللي هي العامه، اللي هي ما فيش لعب 250 دقيقه والحاجات دي، واحسها ما كانش يعرف عشان كده كنت تقبلها. واحنا ليه دلوقتي بنكتشف الاخطاء؟ لان انت بمنتهى البساطه لو دخلت كتبت كابتن اسلام الشاطر على موبايلك ودورت هتطلع كل اللي لعبه، فلو المعلق غلط انت بمنتهى البساطه بتعرف هو غلط كام غلطه وهو على الهواء. ففكره المعلومات لا، يعني يعني ممكن يعني يعني تتغاضى عنها، لانه المعلقين يعني انا وجهه نظري يا كابتن اسلام متعاطف معاهم في ان جزء المعلومات ده سهل جدا، اي حد قبل ما يدخل هيعرف يحضر نفسه بسهوله دلوقتي في الليفل ده. وعلى فكره يا كابتن، لو المعلق او المحلل كان متمكن جدا من دوت وجهز نفسه المعلومات كويس، مش هيحتاج انه يتكلم بشكل غير مباشر عن اي حاجه بره تحليل المباراه او بره وصف المباراه، لان انت في الحاله دي عندك الماده اللي تقدر تتكلم. هو جزء من الناس بتروح تتكلم او المعلقين او المحللين بيتكلموا في حاجات بره الماتش، الجزء منها ان هو ما عندوش الداتا الكامله او وصف كامل للي موجود في الماتش، فبيخليه يروح لحتت ومناطق يتكلم عن لاعب كره يد، يتكلم عن لاعب معين، يتكلم عن تاريخ انجازات حاجات معينه. ممكن يكون الماتش نفسه وارد دي جزء منها طبعا، ممكن يكون الماتش نفسه مثلا انا يعني ما اعرفش بيشوفها ازاي، لكن هل ممكن الماتش نفسه يكون بيخليني انا اطلع ان انا اقول معلومه معينه عن فلان الفلاني؟ 45 دقيقه ما فهمش بقى الصح. يعني 45 دقيقه ما فهمش بقى الصح، فبيضطر المعلق يخرج. بس ما يخرجش بره اطار ال 45 دقيقه زي بالظبط اللي بيحصل. بس هو هنا الاستاذ محمد كان بيقول لك ان الكابتن ميمي الشربيني كان دايما بيتكلم في هذه النقطه، انت بتقبلها بس لانه كان بيختار التوقيت اللي كان بيقولوا فيه في اطار الماتش، بيبقى توقيت مناسب. انما يعني دلوقتي لسه في حصه تاريخ موجوده في يعني مجدي عبد الغني 28 سنه مش يعني بيقول في اطار ان مجدي عبد الغني جاب جول، اسلام الشاطر 23 في اطار اسلام الشاطر عمل عرضيه في اطار الماتش، مش بره الاطار خالص. اوكي. انما يعني هجاوب بقى على السؤال اللي انت ما سالتنيش، هل لعيب كوره ولا مش لعيب كوره؟ احساس لعيب الكوره بالتعليق نفسه او بالماتش مختلف. لو تفتكر احنا كنا بنتفرج على مع بعض على ماتش الانتاج. ايوه. من اول الماتش وانت بتقول لي علي مش ماشيه معاه، اعملها اللي يجي لك اعملها على طول يا علي. اللي جالك ماتش الانتاج والاهلي. ماتش الانتاج والاهلي. اعملها على طول يا علي. اول اوفر عمله علي معلول على طول حطها بوليا جول. ده يعني بقى هو ده احساس الكوره مش ماشي الكوره مش فعلا ما كانتش ماشيه مع انا الواحد كان بيتعرض وبيلعب في الباك يعني الباك رايت او باك ليفت. هي واحد في مواقف مرت عليك كتير مواقف علينا بهذا